اللي بغى يقاطع هو حر، قدرش نفرض عليه أنا باش هذا واجب وطني. تحب الأشخاص ما تحبهمش، تحب تصوت ما تحبش تصوت، داك شغلك، من حقهم شريطة أن لا يفرضوا المقاطعة على الغير. كل واحد حر في هذه البلاد باش يعبر على ما في قلبه وما يريد، بصح باحترام الآخر. الديمقراطية هذه هي الديمقراطية، تقتضي أن الأغلبية تحترم الأقلية، ولكن هي اللي تقرر.